لانه ده شعب جنوب الوادي. ما زلنا في مطار الخرطوم. ولسه ما خرجتش البعثه منه. لكن كابتن سيد اهو طبعا كان سبقهم فوحشهم وحشينه. الجهاز كله يعني تشعر يعني حاله من الهدوء. بتعيشوا الحدث في لحظته عشان يبقى فعلا جمهورنا مطمن على فرقته، مطمن على تركيزهم، مطمن على جاهزيتهم، على استعدادهم، على الاجواء اللي بتحيط بيهم. السفاره وال القيمه الدبلوماسيه، رجال السفاره المصريه الحقيقه في دايما وابدا في كل هذه المهام دايما بيحطوا كل الترتيبات وكل المساعدات للفرق الرياضيه اللي بتسافر. خرجت البعثه في وقت قصير جدا، وده بيعكس التسهيلات الممنوحه ليهم من جانب السلطات السودانيه ونادي الهلال اللي كان اوفد مندوب عنه للمطار. انا كل الاجراءات في لحظه الوصول زي ما حضراتكم شايفين عشان يلاقوا مفاجاه بره الخرطوم. بقى اللقطه دي مهمه جدا، جماهير الاهلي مصريين وسودانيين في استقبال البعثه، عيشوا مع الهتافات بقى. مش هنعلق.